أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية 225.6 نقاط خلال شهر يونيو الماضي، مسجلاً تباطؤاً لمعدل التضخم السنوي إلى 27.1% خلال شهر يونيو الماضي. وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر الماضي عند 38%، لتواصل معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو، مستكملاً مسار هبوط متوقع أن يستمر لبقية العام على الأقل. كشفت وزارة الزراعة أن إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الأول من العام الحالي قد وصل إلى 4.9 مليون طن بزيادة تقدر ب 300 ألف طن عن العام السابق. هذا وتقدر القيمة الدولارية للسلع الزراعية الطازجة المصدرة للسلع الرئيسية نحو 2.9 مليار دولار بزيادة تقدر ب 600 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023. ويغزو المنتج الزراعي المصري أكثر من 160 دولة بأكثر من 350 سلعة زراعية. شهدت اجتماعات الدورة 22 لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد والمنعقدة بمدينة جنيف بسويسرا، استعرض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم تلك السياسات، وذلك بمناسبة عرض تقرير مراجعة النظراء الدولي حول قانون حماية المنافسة وسياسته بمصر. وخلال الجلسة استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محمود ممتاز الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الجهاز 2021-2025 وجميع محاورها، سواء فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة للمنافسة ونشر ثقافة المنافسة بين الفئة المختلفة ورفع الكفاءة المؤسسية. شهدت محافظة مطروح افتتاح المعرض اللوجستي لبيع السلع الغذائية المخفضة للمواطنين والذي يقام تحت إشراف ورقابة مديرية التموين بالمحافظة، ويضم المعرض سلعا أساسية وخضرا وفاكهة حيث تصل نسبة التخفيض بها إلى 15%. تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري، انطلقت فعاليات المعرض اللوجستي بمحافظة مطروح لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 15%. محافظ مطروح اللواء خالد شعيب أكد على أن كل العاملين في المحافظة يعملون على التوسع في إقامة المعارض ومنافذ السلع بأسعار مخفضة، موضحاً أن المعرض اللوجستي تم افتتاحه بشكل دائم، مشيرا إلى الرقابة على المعرض من خلال مديرية التموين بمطروح وإدارة التفتيش المالي بالمحافظة. وتستهدف مطروح افتتاح المزيد من المعارض خلال الفترة المقبلة بكل مدن المحافظة، بالإضافة إلى الاهتمام بالقرى والتجمعات الصحراوية من خلال الدفع بالقوافل المتحركة. أنا كنت متواجد النهاردة واشتريت، سعر بسم الله ما شاء الله أقل من السوق كتير، والناس اللي معاملتها حلوة فيه. المبادرات اللي بتعملها الدولة ممتازة، تخفض الأسعار عن الأسعار الخارجية بقدر كبير، كل دي مبادرة كويسة جدا بتعملها الدولة عشان تخفف العبء على المواطن المصري. كذلك أكدت المحافظة أنه جاري دراسة مقترح إنشاء وكالة للخضر والفاكهة مع اختيار الموقع المناسب لها، وكذلك العمل على تطوير السوق التجاري بمدخل المدينة وتطوير وتشغيل السوق الحضاري بشارع علم الروم، بما يحقق مزيدا من تخفيضات للأسعار والمنافسة ويعود بالنفع على المواطن والتيسير عليه.
وفي أسواق البترول العالمية تباينت أسعار النفط خلال التعاملات بعد أن جاء التضخم في الصين أكبر مستورد للنفط الخام أضعف من المتوقع. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% يصل إلى 84 دولار و60 سنت للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% ليصل إلى 81 دولار و46 سنت للبرميل، بينما هبطت أسعار المازوت عالمي بنسبة 0.73% لتصل إلى $2.50 للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.55% لتسجل $2.33 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك على توقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في عام 2024، متوقعة زيادة استهلاك الوقود في أشهر الصيف. وقالت أوبيك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024 و1.35 مليون برميل في عام 2025. ويطبق تحالف أوبيك بلس الذي يجمع أوبيك وحلفاء مثل روسيا سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022 لدعم السوق. وأنفق التحالف في الثاني من يونيو واتفق على تمديد تخفيضاتها الأخيرة التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، مع الإلغاء التدريجي اعتبارا من أكتوبر. أقر مجلس النواب بالبرلمان الروسي بشكل نهائي زيادة ضريبية اقترحتها وزارة المالية، ستتضمن زيادة معدلات تصاعدية لضريبة الدخل وزيادة ضريبة الشركات إلى 25% من 20% وفرض ضرائب جديدة على استخراج المعادن. من المرجح أن تضيف الزيادات الضريبية التي تستهدف في الأغلب الشركات والأثرياء 30 مليار دولار إضافية إلى إيرادات ميزانية العام المقبل، مما سيسمح لموسكو بزيادة الإنفاق وتمويل حربها في أوكرانيا دون المساس بالاستقرار المالي. ووافق المشرعون في مجلس الدوما على هذه الإجراءات في المراجعة الثالثة والأخيرة. وعادة ما يكون إقرار مشروع قانون من خلال مجلس الاتحاد في البلاد وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين عليه مجرد إجراء شكلي.